يقدم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالصفرة ببريدة برنامج اكفي اليومك الرمضاني، والذي يحوي مجموعة متكاملة من سنابل العطاء في عدة أوجه لمدة يوم كامل من أيام رمضان، وتكون أنت الداعم الوحيد لذلك اليوم، وهي حلقة رمضانية لتعليم كتاب الله، جولة دعوية لتصحيح مفهوم أو نشر معلومة، دعوة غير المسلمين للدخول للإسلام، توزيع الكتب والمطويات، يوم في دورة علمية لسلسلة متكاملة، تفطير وعشاء ما يقارب 200 صائم، الكلمة الرمضانية اليومية، سقيا الماء في صلاة التراويح، نشر فائدة أو مقطع في وسائل التواصل، وموقع هذا ديني العالمي، دعم المسابقات الرمضانية لذلك اليوم، توزيع أكثر من 10 تراجم العشر الأخير من القرآن الكريم، كل ذلك بمبلغ وقدره 3800 ريال فقط. للحجز جوال 0546498881، جوال 0545922211. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصفراء ببريدة. نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن شرع لهم التعاون على البر والتقوى، ومن ذلك تفطير الصائم، لأن الصائم مأمور بأن يفطر وأن يعجل الفطر، فإذا أعين على هذا فهو من نعمة الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجل الصائم شيء.